فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض المصلين يباعد بين قدميه ليلاصق بقدمه من بجانبه، هل هذا الفعل مشروع ومستحب؟ هذه عادة سيئة ولا تجوز. اللي ضايق اللي بجنبه يضيق عليه، يفحج، ياخذ محل رجلين، هذا ما هو مشروع. يباعد بين الرجلين على العادة، وأما هذا التكلف فهذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.